لما بيقعد يفتكر كده والله بقول لك كان عنده 17 سنه، فانا عشان كده مستغرب يعني، انت عارف اللي هو ما شاء الله كان عنده 17 سنه ويعني وبيلعب من هو عنده 17 سنه. وزي ما بيقول لك كده كنا ايه، انا مثلا ايه كنت بلعب باك رايت وكان بيلعب قدامي، اطلع انا قدام فمش قادر ارجع 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 ارجع. محترم جدا الحقيقه. طبعا طيب خلينا قبل ما نتكلم في الكوره، ولسه عندنا هنتكلم في الكوره وهنتكلم في حاجات كتير، ولكن الاهل ودورهم معاك يعني طبعا. اهلك ودورهم معاك ايه، والوالد والوالده واخواتك يعني برضو احكي لنا. طبعا لا والله انا والدي ووالدتي واخواتي طبعا احنا يعني عائله كرويه، فوالدي ووالدتي من زمان في الكوره يعني، فمتابعين طبعا متابعين بصراحه مش بينصحوني انا بس يعني، انا في مصطفى وفي عمر، كان توفيق لعيب كويس جدا، هو ما شاء الله ليه فضل كبير جدا عليا زي ما قلت لحضرتك. نعم. توفيق عنده كم سنه؟ توفيق عنده 31. 31 بس فكان كنا دايما كان والدي على طول بيكلمنا، والدي كان محاسب في السعوديه، كان بيشتغل في السعوديه، فكان بيكلمنا على طول من هناك ومتابعنا كلنا وربنا يكرمنا. يرمي توب برضه توفيق. بس فالحمد لله يعني هم طبعا في ظهري دايما وبيكلموني دايما، وانا كنت في الالومنيوم، قبل الالومنيوم انا بدات في نادي السكه الحديد في القاهره، لعبت خمس سنين في السكه الحديد. نعم. فعلى طول الحمد لله بيكلموني، واذا كنت انا كويس بيشجعوني، لو مش موفق او الفتره دي مش بتاعتي بيقفوا في ظهري، وطالما انت بتجتهد وبتتعب وراعي ربنا في شغلك كده ربنا مش هيخيب ظنك، والحمد لله طبعا. بس فالاسره بصراحه كلها ليها فضل كبير جدا عليا بعد ربنا طبعا. وال طيب والدك تحديدا بيبقى ليه دور معاك ولا؟ طبعا والدي مساندني دايما، والدي ووالدتي، بس والدي على طول بيكلمني في الفتره الاخيره دي. اصل الام دايما ما بتتنسيش، لكن الاب دايما تلاقيه منسي في النص. لا لا يعني خالص ربنا يخلي امهاتنا كلنا يعني، امي ربنا يخليها لي ووالدتك ربنا يخليها لك، ما بيتنسوش، لكن دايما الاب تلاقيه في النص كده ايه. لا خالص والله. قول الو. طيب السلام عليكم. انا مش هتكلم في المكالمه دي على فكره، انت اللي هتقود هذه المكالمه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحاج منور قناه الاهلي يا حاج والله. لا ده انتوا اللي منورين، انت والكابتن اسلام منورين الدنيا كلها. حبيبي يا حاج جابر، ربنا يخليك. الله يخليك يا كابتن، والله متابعك على طول يا كابتن. الله يخليك يا حاج جابر، ربنا والله ومبسوط منك جدا يعني الصراحه يعني. الله يبارك لك. منور الشاشه ومنور قناه الاهلي منور الدنيا كلها. الله يخليك. عندنا وانت طيب. وحضرتك طيب يا حاج، يعني اوميدو معاك بقى، انا مش موجود، عيشوا مع بعض. لا ازاي ده انت موجود على طول. الله يبارك لك يا حاج. ما تكلمش منك. الله يبارك لك يا حاج، ربنا يبارك لك. ايوه يا كابتن ميدو. منور يا حاج جابر والله، وانا بشكركم وبقدم لكم الشكر كبير جدا، انت ووالدتي طبعا واخواتي. حبيبي الشكر دايما وربنا يبارك لك. لا يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مخليكم كده، وان شاء الله عايزين نشوفكم ان شاء الله في المنتخب وتكسروا الدنيا كده، وان شاء الله تجيبوا لنا البطولات زي احنا ما متعودين من زمان. طبعا انا كنت كابتن اسلام بيسالني والدك ووالدتك اهله يعني بيشجعوا الاهلي وكده، انا قلت له يعني انت حاج اتكلم بقى وقول انت بتشجع الاهلي وبتحب الاهلي من امتى. احنا لما كنا صغيرين يا كابتن اسلام. ايوه. كنا صغيرين كنا نقعد مثلا نقول مثلا فاضل كام نقطة وفاضل كام ماتش، حافظين كل حاجة. اقسم لك بالله العظيم كان بتبقى في ثقة ان احنا هناخد الدوري. ايوه. واخد حضرتك يعني حتى لو كنا ما احنا يا حاج جابر ما احنا ما خدناش غير 38 مرة بس. الحمد لله ان احنا نادي القرن. ايوه. الحمد لله. ايوه. واخد حضرتك، فكنا بنحسبها، انت عارف حتى لو كنا كابتن اسلام يعني فاضل كام نقطة ونتعدى المتصدر كنا بنقول هنغلب فلان وعلان وفلان، واخد بقى حضرتك؟ نعم. ان شاء الله هناخد الدوري السنة دي، وفعلا كان بيحصل، وده اللي انا شايفه السنة دي يا كابتن اسلام. ان الحمد لله اللعيبة والادارة والكابتن حسام واخد بقى حضرتك والجهاز الفني المعاون ادانا الثقة دي بتاع زمان بتاع السبعينات والثمانينات، اللي احنا كنا بنبقى واثقين في ان النادي هياخد الدوري وهياخد الكاس وان شاء الله ياخد افريقيا. يا رب يا حاج. طيب يا حاج برضو كلمني عن ميدو. دايما وخليني اقول لك ايه، ان الشهره والمعجبين والمعجبات والكلام ده كله بيغير الشخص، هل ميدو تغير ولا؟
اتفضل. لا لا كابتن اسلام، الحمد لله الاولاد متربيين تربيه كويسه جدا. نعم تبقى حضرتك ما بيتغيروش باي ظروف كان، اي ظروف سواء كانت وحشه او حلوه، ولا حتى يعني لما الفلوس تزيد شويه تقل شويه بتاع ما بيتغيروش. لا 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 اطلاقا اطلاقا. لانه احنا الحمد لله يعني على خطى ثابته باذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، يعني متربيين كويس، وحتى لا في الصداء ولا في الضراء بنتغير الحمد لله رب العالمين. طيب اخر هديه ميدو جابها لكم، جابها لك او جابها للحاجة ايه؟ انا هديت ان هم يكونوا مبسوطين. سلام عليك يا كابتن اسلام. والله هم بس هو برضه يهمه رضاك ورضا الحاجة. طبعا طبعا اكيد اكيد اكيد. يعني ده احنا ما بنمشيش غير بدعاء الاب والام. يعني هديتي من اولادي ان هم يكونوا مبسوطين ويخافوا ربنا في كل حاجه. هي دي اللي انا سعيد جدا بيها كابتن اسلام. احنا ما فيش الحمد لله هم كلهم احنا ما فيش بينا هدايا. لا لا طبعا طبعا. هم كمان يعني الحمد لله معودينه ان اتقن في عملك والتوفيق على ربنا. نعم واخد بحضرتك. يعني اتقن واعمل اللي عليك، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عليه التوفيق. انت عندك كم ابن يا حاج؟ انا الحمد لله عندي 4 اولاد وبنتين. ميدو ترتيبه كام؟ ميدو ميدو رقم عد يا حاج. 5. انت نسيت يا حاج. انا وعمر اخويا الاصغر مني. ميدو رقم 5 واخر واحد عمر. ربنا. هو حارس في جمهورية سيبين، وعندنا الدكتورة أسماء في جامعة القاهرة. دكتورة في جامعة الأزهر. دكتورة في جامعة الأزهر. دكتورة في جامعة الأزهر. ربنا يخلي حاج. طيب يعني برضو توفيق بيقول لك، يعني ميدو بيقول إن توفيق يعني من الناس اللي واقفة. توفيق أخوك كبير الأكبر يعني. ما هقول لحضرتك على حاجة كابتن إسلام، هو أصلاً حلوة أستاذ دي تمشي برضو خلي بالك. ماشي يا كابتن. واخد بحضرتك أنا كنت مسافر. مسافر السعودية، كنت شغال محاسب سعودي. واخد بحضرتك. نعم. وكان التوفيق بقى هو اللي أنا معتبره، واخد بحضرتك، اللي البديل لأبوهم. نعم. قطعت. طب يعني مهمة جدا اللقطة دي، هتقولنا الحاج جابر مرة أخرى. يعني إيه رأيك في الكلام؟ لا طبعا فيش تغيير يعني ولا حاجة. لا لا خالص. أنت حاسس إن كل ده بفضل ربنا الحمد لله، فنتغير ليه؟ ما طبعا بفضل ربنا، بفضل دعائهم يعني طبعًا الأب والأم دول يعني طبعًا. أهم حاجة في الدنيا كلها. أهم حاجة في الدنيا كلها الحقيقة. طيب برضو يا ميدو، إيه الفارق ما بين زمان ودلوقتي؟ يعني زمان ميدو كنت تمشي في الشارع، حتى لو في مصر المقاصه الناس عارفه ميدو جابر، في اطار طبعا طبعا. دلوقتي انت لو مشيت في اسوان او في اسكندريه. طب بس ناخد الحاج ونتكلم. طيب تمام. مره اخرى اتفضل يا حاج جابر. ايوه يا كابتن. بقول لك كنا بنتكلم على توفيق، وحضرتك. نعم. كنت بتقول ان هو يعني انت سايبه هنا، انت كنت مسافر وسايبه هنا بديل ليك يعني. ايوه طبعا طبعا. كان هو يعتبر ولي امرهم. كان هو ولي امرهم. ايوه. بس هو ساعات بيجي شويه في يعني، ولا من كتر حبه لميدو؟ لا هو طبعا اكيد حبه لميدو، وانه عايز يشوف اخوه يعني يكون مرتاح دايما ومبسوط ومتالق وكده. فاذا كانت الغفوات اللي بتحصل فما فيش مشكله يعني، بس بالرغم يعني انه اخوه بيحبه زياده عن اللزوم يعني. طبعا طبعا. ولكن خلي بال حضرتك، جمهور الاهلي بالملايين وحضرتك واحد منهم، فيعني يجب المراعاه كده وكده يعني. طبعا انا بحب اخويا وكل حاجه، لكن برضه يجب مراعاه ان انا عندي ملايين الاهلاويه، وده واضح يعني. هو الفتره الاخيره حتى ميدو بيقول لي ان توفيق يعني خلاص شال ايده من الموضوع، والناس بتحب ميدو خلي بالك. ما احنا ما سكتناش برضه يا كابتن، ما سكتناش برضه. ايوه خلاص. لازم تعمل حساب شعور الناس وكده. بالظبط. وجمهور الاهلي كله بيحب ميدو. ايوه يعني خلي بال حضرتك، يعني هو ميدو لسه ما بينش، انا من وجهه نظري 20-30% من امكانياته، لكن الجمهور بيحبه، فدي ميزه. الحمد لله. هذا من فضل الله برضه، ده فضل الله عليه يعني. الحمد لله من اخلاقه الحلوه، وان ربنا سبحانه وتعالى هديه كويس. ايوه. عموما يا حاج، ونعم التربيه يعني حاجه جميله. الله يخليك. وربنا يديك الصحه كده، ونشوفه احسن واحد في الدنيا، ونشوف ولادك كلهم احسن. ونشوفكم ان شاء الله باذن الله جميع البطولات بتاعتنا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله ونحتفل بيها مع بعض يا حاج جابر. اشكرك يا فندم على وجودك معانا، شكرا جزيلا. حاج جابر والد ميدو جابر نجمنا في حلقه اليوم. ميدو زي ما بقول لك، يعني وانت في المقصه بيبقى الموضوع، او في اي حته تانية الموضوع مختلف يعني، بلاش نخصص المقصه طبعا. لو في اي حته تانية، لكن النادي الاهلي انت لو ماشي
لو رحت اسوان الناس هتبقى ماشيه وراك. ايه الفارق يعني؟ او انت هل انت بينك وبين نفسك كده حسيت بتغير جواك؟ لا والله هو خالص يعني، انا دي بصراحه زي ما قلت لحضرتك ده فضل من ربنا. زمان انا كان نفسي اتمنى ان في ناس تعرفني، الشهره كويسه بس لو انت استعملتها صح يعني. بس فالحمد لله يعني حاليا الحمد لله يعني في ناس كتيره جدا جدا تعرفني الحمد لله، ده فضل ربنا. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ان طفل صغير طفل يعني شاب راجل كبير اي حد يجي يقول لك شاب لا لا وارد طبعا يبقى في معجبين ومعجبات طبعا، بس طبعا كله في هو في الاخر المهم الشخص نفسه واحترام الشخص لنفسه ولمعجبيه. انت الحاجه الكويسه موجوده حواليك والحاجه الوحشه موجوده حواليك، فانت اللي بتختار يعني طبعا. بس فدي حاجه كويسه، انا ببقى سعيد جدا لما اي حد يجي كابتن ميدو ممكن نصور معاك، انا بيبقى ليا الشرف. انا حسيت بقى بالفرق؟ حسيت ما حسيت من ان يعني مفيش فرق. من اي اتجاه برضه عشان ابقى فاهم؟ لا من اتجاه الناس هو يعني انت بتنزل الشارع وبتشوف الناس. لا لا الحمد لله شخصيه جوايا انا لا ما لا لا مش انت، لكن انا بتكلم لكن على هل حسيت بالفرق ما بين وجودك في النادي الاهلي؟ طبعا طبعا. انا قلت لحضرتك في اول حلقه ان النادي الاهلي ضاف لي كتير جدا، حاجه كبيره جدا. نعم. وضاف لي كتير جدا، فانا اتمنى ان انا يعني ارد جميل من جمال النادي الاهلي يعني ان شاء الله عليا باذن الله. طيب هنطلع فاصل اسيبك تريح شويه وبعدين نرجع بعد الفاصل ان شاء الله نكمل هذه الحلقه مع نجم نجوم النادي الاهلي كابتن ميدو جابر. زي ما قلت لحضراتكم حلقه جميله جدا، حلقه ممتعه، حلقه فيها زي ما حضراتكم شايفين بنعرف حضراتكم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه عندنا حاجات كتيرة جدا ومفاجآت كتيرة جدا خلال الفترة القادمة. بعد الفاصل هنكمل هذه الحلقة مع كابتن ميدو جابر.